نسيج الوطن المغربي. الوطن الملك تنطلق هذه البطولة الجهوية.
ومفتش التربية البدنية، وأطلب من السادة مفتش التربية البدنية الالتحاق بمنصة تتويج لأخذ صورة تذكارية. إذن أولادي على 300 متر مواليد 2006 2006 الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بمديرية توردانت مصطفى أغوص مديرية توردانت. التلميذ متوج من طرف الأستاذة رحيل مريم أستاذة بمديرية أكادير إيدو تنان. إذن أميمة الأزرق مديرية توردانت، إذن هاني هذه البطلات من مديرية توردانت. الرتبة الثانية سفيان واكي من مديرية شتوكا ايت باها. والرتبة الأولى حمزة ضنج من مديرية إنزكان أيت ملول. أستاذ عبد السلام فيزا فيزا عبد السلام. لأنه دائما في أجواء التتويج. إذن المرتبة الثالثة عزيز الغازي من مديرية أكادير إيدو تنان. السيدريس صح. المرتبة الثانية الشافور إدريس من مديرية تيزنيت. ياسين العواد في المرتبة الأولى من مديرية أكادير إيدو تنان. أزرائيل ابتسام من مديرية توردانت. المرتبة الثانية آية إزم من مديرية أكادير إيدو تنان. المرتبة الأولى سلمى سبوك من مديرية زكانة ايت ملول. إذن الإخوان النقطوس لنصري عبد العين خالد بوشطر والتاون عبد الواحد. المرتبة الثانية مديرية شتوكا عزبة العواني عبد الفتاح حمد نور نور الدين وعزي حميد وسفيان وكي. الزغري أستاذ التربية البدنية وعضو الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بمدير دور عمري انت اما خذيت لك تصويره
إذا المرتبة الأولى في سباق التناول 80 متر من نصيب مديرية دان بنك. معكم سي محمد شقرون مفتش مادة التربية البدنية، مفتش المنسق جهوي، رئيس المنتدى الفرع الجامعة الملكية للرضا المدرسية بجهة مسمسة ترعى بجهة مسمسة. دونك حنا الآن في إطار تنفيذ ديال البرنامج ديال الوزارة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما يخص النشاط الرياضي. دونك اليوم احنا في محطه ديال البطوله الجهويه اللي تنظمها الاكاديميه بسوس مسا تحت التعاون ومع الفرع الجهوي للاكاديميه بالاكاديميه، وتنسيق مع الفرع الاقليمي لمديريه اكادير بمديريه اكادير. نحن الان في على بعد بعض المحطة، ما قبل المحطة النهائية هي محطة ديال البطولة الوطنية. الهدف اليوم من هذه المسابقات هو أن أول حاجة هو أن نعطيه فرصة للتلميذ والتلميذة لإبراز المواهب ديالهم، نعطيهم نشجعوهم على الاهتمام بممارسة الرياضة. اليوم كننظموا بطوله ديال العاب قوى ايضا في اطفال في وضع اعاقه، تنظم الان ايضا بطوله العاب قوى ايضا للتعليم الابتدائي. هذه كلها اهداف اللي كنحاولوا ما امكن اننا نعطيو الفرصه لمجموعه ديال التلاميذ والتلميذات باش يبرزوا المواهب ديالهم والقدرات ديالهم، وممكن ان تكون لهم فرصه. اذا اولادي على ياسر ساري يوسف بوكوش الوصول الى نتائج اللي نتمنوا انها تكون نتائج جيده ونتأهلوا للبطوله ديال البطوله الوطنيه. الساري اليوم ايضا النسبه ديال المشاركه كانت نسبه مكتفه. ايمن عروي العدد ديال المشاركين في هذه البطوله يعني جميع الفئات العمريه، حنا بزاف ديال اربعه الفئات العمريه، دونك جميع الفئات المجموع ديال الفئات العمريه اللي كانوا الان راه عندنا 605 ديال التلميذ والتلميذه مشاركه في يوسف بوكوست الرياضيه. دونك حنا يوسف بوكوست هذه بطوله ايضا تعتبر بطوله مؤهله اللي غتاهل مجموعه التلاميذ للبطوله الوطنيه. البطوله الوطنيه اللي غادي تقام ايضا هنا في اكادير في شهر 5 ان شاء الله، وغتنظمها مدير الاكاديميه ديال سوس مسا هي اللي غتنظم ايضا هذه البطوله الوطنيه. هذا هو الان الظروف وتنظيم كما كتشوفوا راه رائع، التنظيم كان جيد، كان بتنسيق مع السلطات المحليه ديال المدير ديال ديال تارودانت. اذا هنادي على الاساتذه كانت مكتفه، جمال الحسين كان حضور ايضا استاذ بمدير تارودانت، تنشكرهم الاستاذ فاطم الزهراء الجاري الدور اللي تقوموا به، والاستاذ يوسف مجاهد في انجاح التظاهرات اللي بدون الاستاذ يوسف مجاهد راه ما يمكنش يكون هذا الاستاذ فاطم الزهراء الجاري تبرز الوجود، والاستاذ جمال الحسين اهتمام باطفال ذوي الاعاقه، تنعطيهم الحق ديالهم اللي سنوات ما كانش كيبان، ولكن الان احنا على الاقل هاد التظاهرات راه كياخذوا الحق ديالهم بحالهم بحال الزملاء ديالهم في المدرسه، وشاركوا بكل فرح وشاركوا بكل منافسه وتنافسوا بيناتهم في الفئات ديالهم، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في البطوله ديال الوطنيه اللي غتقام في الأدير، وشكرا.